شيك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. محمد ريمش مدير المركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمستير. حسب المعاينة الأولية اللي قاموا بها طاقم التحكيم لمباراة الاتحاد الرياضي المنستيري والترجي الرياضي، فإنه القرار الأولي توا تأجيل المقابلة الغدوة الأربعاء نتاع العشية، معناتها غدوة الاثنين الأربعاء نتاع العشية، على أساس أنه لا يمكن معناتها القيام بالمقابلة في الظروف نتاع الملعب هذا، لأنه مازال فيه برشا ماء والعمليه دونك اوفيسيلمون، معناتها القرار هذا مازال ما اتخذش، مازال ما طلعش معناتها للاعلام، لكن احنا نقولوا اوليا المقابله مأجله الغدوه الاربعاء نتاع العشية. معناها الامطار كانت بكثره الحقيقه، كنا حاطين اللي باش تكون يمكن امكانيه، معناها فرضيه المباراه باش تأجل كانت موجوده، لكن حاولنا معناها نخلي اللاعبين تاعنا كونسونتري، لما القرار ديما يرجع الحكم معنا في اخر المطاف هو اللي يقرر اسكو نلعب ولا لا. ما قرر المباراه تتاجل الغدوه، لاعبين معناها يرجعوا للنزل باش نقوموا بحصه معناها تدريبيه، وغدوه معناها نلعبوا الماتش نتاعنا ان شاء الله ضد الاتحاد المنستيري، اللي هي مقابله ماهيش باش تكون سهله. فريق محترم الحقيقه، السنه قدم معناها موسم ممتاز. بالنسبه لنا احنا اهم شيء معناها اونجير، معناها الماتشات اللي باش يجيو توا عندنا سيكل تعبينا به، قلت لك في ماتش توا مازال كيف سيكل اخر باش يجي فيه دوز اوبجيكتيف اخرين اللي هما الكوب والسوبر كوب، باش ترقى ريتم كبير. دونك ان شاء الله اونجير ايفيكتيف كما يلزم باش نتفاداو الاصابات نتاع اللاعبين اللي استعملناهم معناها بريسك في المقابلات هذوما اللي يتعداو الكل ان شاء الله. امير حزم كاتب عام الاتحاد الرياضي المنستيري، بالنسبة للمقابلة نتاع اليوم إن شاء الله باش يتم تأجيلها للموعد غدوة إن شاء الله مع الأربعة نتاع العشية، باعتبار أنه معناتها حالة الميدان ما تسمحش اليوم بممارسة كرة القدم. نشوفوا أجنبات الكل نتاع الميدان، معناتها مازالت المياه راكدة غادي، دونك الحكم نستناو توا باش يعلم باش يتم باش يعملوا الإجراءات العادية، أنه معناتها تقع الفيريفيكاسيون، ومن بعد إن شاء الله باش يتم الإعلام رسميا على تأجيل المقابلة الغدوة الأربعاء نتاع العشية كما قلت لك. بون إن شاء الله احنا حاضرين المقابلة غدوة. بون اللي صار معناتها على الفلوس فرق معناتها التأخير هذا، إن شاء الله معناتها احنا ديما نقعدوا معناتها مركزين على المقابلة نتاعنا، وإن شاء الله مربوحة.